لماذا تستخدم لبنان كمنصة للإيصال للمملكة العربية السعودية؟ الفوضى الإعلامية في لبنان يعني أصبحت لها فترة عم تسبب الإساءات للأشقاء العرب وكمان للمملكة العربية السعودية. يعني يبحث عن شهرة مثلا قناته، يعني بكون عنده أيديولوجية معينة بده يبدأ يوصل رسائل ويتهجم إلى المملكة العربية السعودية، بكون عنده أجندة خاصة. يعني الإعلام عنده أجندة أم سؤال لم يعترض عليه المذيع؟ أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في برنامج ديوان الملة. اليوم حديثنا مع الأستاذ والإعلامي الطارق أبو زينب الخطاب، وحديثنا عن التصعيد الإعلامي من قبل بشرة خليل، برنامج يتهم بندر بن سمو الأمير بندر بن سلطان بأنه وراء اغتيال وقتل الشهيد رفيق الحرير. لمناقشة هذا الموضوع مع الطرف الآخر أخوي وصديقي العزيز طارق أبو زينب، مرحبا بك. مرحبا بك أستاذ محمد، أخ عزيز وغالي، الله يسعدك. يطول بعمرك أخوي طارق. استغربنا يعني ظهور برنامج، خلينا نتكلم ليش في هذا التوقيت أثير لغط حول سمو الأمير الملكي الأمير بندر بن سلطان بأنه هو خلف وراء اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وليش هذا بالذات التوقيت هذا، على الرغم أن المحكمة الدولية أدانت حزب الله، بعض أعضاء حزب الله، إنهم وراء استشهاد رفيق الحريري؟ نعم، للأسف أستاذ محمد، الفوضى الإعلامية في لبنان يعني أصبحت لها فترة صراحة عم تسبب الإساءات للأشقاء العرب وكمان للمملكة العربية السعودية خاصة. كل فترة نتفاجأ بشخصية غير مسؤولة تطلق اتهامات باطلة بحق المملكة العربية السعودية وقيادات المملكة العربية السعودية. بالتالي هنا يجب يعني كمان صراحة على وزارة الإعلام يعني تقدر تعمل أكثر نوع من الرقابة أو أكثر نوع من التشديد على ما يسيء إلى المملكة العربية السعودية. يعني اليوم أنا بعتبر ما حصل يعني هو سؤال ملغوم، ممكن يكون بصراحة دعسة ناقصة للمذيع للزميل ربيع ياسين في هذا الوقت بالتحديد، وخاصة هذه الشخصية الذي كان يعني في ضيافته، يعني هذه مثيرة للجدل وطبعا تحمل أجندات ومعروفة أجندتها. وطبعا يعني اليوم التوجه المباشر في هذا الطرح عن المملكة العربية وعن بالتحديد يعني عن صاحب السمو السمو الأمير بندر السلطان، يلي معروف عنه بصراحة على يعني الحنكة الدبلوماسية السياسية، ومعروف عنه كيف كان يعني من الدبلوماسيين اللي وقفوا قدام لبنان مع المملكة العربية السعودية، وأيضا كيف كان مدافع عن الأمة العربية والإسلامية والقضية الفلسطينية. فأنه ينزج اسمه في هذا الموضوع ما بجوز طبعا، وهذا يعني يتحمل المسؤولية من يبدأ بالتشويش والتحريض المباشر على سمو الأمير بندر بن سلطان في هذا الموضوع. لماذا لبنان؟ يعني هناك يعني إشكاليات إعلامية بين تنطلق من لبنان ضد المملكة العربية السعودية، لماذا تستخدم لبنان كمنصة للإيصال للمملكة العربية السعودية؟ بعتقد أستاذ محمد في تو واي لازم نحن يعني نركز عليهم، في خطين متوازيين. حدا بكون عنده أيديولوجية معينة بده يبدأ يوصل رسائل ويتهجم إلى المملكة العربية السعودية، بكون عنده أجندة خاصة. والبعض بكون تافه عاوز يعني يعمل سكوب إعلامي أو يبرز نفسه من خلال التطاول على قبلة المسلمين المملكة العربية السعودية. بهذا الموضوع بالذات يعني اليوم يعني حتى الرئيس سعد الحريري نجل رئيس الشهيد رفيق الحريري يعني قال انه على ثقة تامة والتزامه الكامل بما يصدر عن المحكمة الدولية الخاصة باللبنان، وكمان اكد انه كان هو على ثقة تامة ومؤمن في هذه المحكمة ومعترف فيها للمحكمة الدولية، وطالب الدولة اللبنانية بكل سلطتها وإجازتها العسكرية والأمنية العمل توقيف المدانين وتسليمهم. فبالتالي عندما يثار الموضوع من أول وجديد والمحكمة الدولية حنعرف طلعت بالعشرين 18 أغسطس
2020. فبالتالي من يثير هذا الموضوع من أول وجديد له مآرب خاصة، وخاصة ابن الشهيد. يعني دولة الرئيس سعد الحريري أكد على يعني على قرار المحكمة الدولية، فمن يبدأ بإثارة الشكوك وإثارة الاتهامات يعني أكيد في عنده أجندة خارجية يعني يعمل عليها. يعني الإعلامي ربيع ياسين عنده أجندة أم سؤال لم يعترض عليه المذيع يعني على ما قالته بشرى الخليل، وأنت تعرف من هي بشرى الخليل وتقربها وهي قريبة من حزب الله، هل كان على هوا ربيع ياسين أو القناة اللي يمثلها؟ أول شيء اليوم الزميل ربيع ياسين مطلع على لا على قناة الذي يعمل فيها أو على المنصة الإعلامية الذي يعمل فيها الشفافية نيوز، ولا على محطة بيعمل فيها، طلع على قناته الخاصة. هذه واحد نكون يعني بصراحة يعني عادي يعني يبحث عن شهرة مثلا قناته يعني جديدة، يعني يتحمل المسؤولية هو في هذا السؤال وهذه الإشكالية اللي صارت بصراحة بالعالم العربي. لأنه أنت بتعرف سيد محمد يعني أنت من أول أشخاص اللي طلعت حكيت عن الموضوع، لأنه من بعد ما أجيك أكيد ردود وأسئلة واستفسارات لماذا التهجم واتهام سمو الأمير بندر. بالتالي هذه واحد. اثنين أعتقد يعني ممكن أنه لا زحطة ناقصة من الزميل ربيع ياسين بصراحة، أو ما يعني أخذ أبعاد الموضوع بهذا السؤال الحساس جدا الذي يتهم أحد قياديين المملكة العربية السعودية الذي لهم يعني بصراحة بصمة كبيرة في المملكة العربية السعودية، كان وما زال اليوم المرجعية الدبلوماسية والاستشارية لا يعني كل الدبلوماسيين واللي بده يدخل على الدبلوماسية فبيأخذوا بآراء هذا الرجل الدبلوماسي المخضرم مثل صاحب السمو الأمير بندر بن سلطان. بس معروف عن ربيع ياسين أنه مقرب من تيار المستقبل، هذا اللي خلانا نلتفت شون قريب من تيار المستقبل ويحاول أن يسيء للمملكة، هذا كان علامة الاستفهام يعني. ما ردك؟ نعم اليوم تيار المستقبل، تيار المستقبل الأستاذ محمد له يعني قسم أو مسؤولين إعلاميين بيطلعوا بيحكوا باسمهم، واليوم دائما الرئيس سعد الحريري وحتى الأمين العام لتيار المستقبل الأستاذ أحمد الحريري منذ حوالي أسبوعين كان بمقابلة، ودائما بكون مقابلات بأكد على حرصه على العلاقات الأخوية مع المملكة العربية السعودية والعمق العربي للبنان وحتى لتيار المستقبل مع المملكة العربية السعودية. فبعتقد أن تيار المستقبل ليس له علاقة في هذا الموضوع أبدا، بس يعني أمرار في أشخاص يعملون على يعني يعني بيمكن يلزقوا نفسهم بأحزاب معينة أو بشخصيات كبيرة، لكن أنا من المؤكد أنه تيار المستقبل ليس له علاقة، لأنه أنا بعرف أنه هو ليس موظف، الزميل ربيع ياسين ليس موظف في مؤسسات الحريري ولا في تيار المستقبل ولا في الإعلام ولا بخص يعني أي شيء له علاقة بتيار المستقبل، هو ليس في تيار المستقبل، ممكن يكون يعني من المحبين أو من الأنصار تيار المستقبل. نحن بنعرف دائما يؤكد يعني دائما أمين عام تيار المستقبل أحمد الحريري على العلاقة الكبيرة مع المملكة العربية السعودية، وأيضا نحن بنعرف أنه المملكة العربية السعودية هي من رعت اتفاق الطائف وهي من دعمت الرئيس الشهيد رفيع الحريري، وأيضا يعني عمرت لبنان بمعية يعني الرئيس رفيع الحريري، وطبعا العلاقة بين تيار المستقبل وأنا أكيد مع المؤسسة مع من المملكة العربية السعودية وإيديتها علاقة أخوية، لأنه الرئيس سعد الحريري هو ابن المملكة العربية السعودية بيحمل الجنسية السعودية، فبالتالي أكيد من المؤكد ليس له علاقة في تيار المستقبل ولا هي أجندة يعني خاصة من أحد وحملها وعطى السؤال. أنا بعتقد هذا السؤال هو دعسي ناقصة، دعسي للشهرة، الله أعلم يعني بصراحة. حلو، واضح 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 واضح. بس أنا يمكن محور الأساسي المحامية بشرى الخليل كأنها تشكك في حكم المحكمة الدولية اللي قاعد سنوات وهو يحقق وأثبت دور شخصيات وبرأوا ناس، ووجهت اتهامه كأن لديها معلومة، لو كان لديها معلومة أو دليل لأظهرته من خلال اللقاء. بس ليش بشرى الخليل اتهمت المملكة عن طريق سمو الأمير بندر بن سلطان؟
المحامية الأستاذة بشرى الخليل ما يعني ما أقدمت عليه من اتهامات باطلة يعني وفظة بحق شخصية سعودية خدمت الدبلوماسية السعودية والأمة العربية والإسلامية باحتراف طبعا، ويعني كان يجب عليها بما أنه هي محامية أن تتأكد وتعرف أنه لا يجوز الاتهامات الباطلة من دون أي بدون دليل، دلائل. بدون دليل طبعا هيدي ما واحدة. أظهرت الدليل. 100%. اثنين كمان، انا بعتقد يعني كان يجب على نقابة محامين المحاميين في لبنان، وهي اصلا نقابة المحاميين يعني ما في حدا يطلع كمحامي يصرح اي تصريح في الاعلام الا ليكون اخذ ترخيص من النقابة، فلا ادري اذا كان معي ترخيص الاستاذ بشرى خليل من نقابة المحاميين ولا لا. وبالتالي ايضا يجب على باعتقادي يعني نقابة المحامين في لبنان الموقرة يجب عليها مراجعة، أنا برأيي كل من محامي بيطلع على الإعلام ويتبنى بصراحة طروحات أو يتهم شخصيات عربية كبيرة أو شخصيات عادية يجب التأكد من هذا الموضوع، ويجب أن يكون بصراحة في ضوابط أكثر، لأنه اليوم هذه الاتهامات هي تسيء إلى من يطلقها وتسيء للبنان بس والعلاقات عفوا طارق، اللبنانية بس بروح لك العربية. بشكل مباشر، هي ميولها لحزب الله، هي من حزب الله، تتقرب من حزب الله. نعم والله بالحقيقة يعني هي بتقول يعني بلسانها أنه يعني ميولها تابع للمحور وتابع للحزب الله، بس اليوم الأستاذ محمد بدنا نعرف أنه يعني الاختلاف في الميولات السياسية في لبنان وأيضا المعتقدات الحزبية، الاختلاف ليس خلاف، فاليوم إذا كانت هي على علاقة وطيدة بحزب الله فلا يجوز أن يعني تتهم مباشرة المملكة العربية السعودية وأن تبدأ يعني تأخذ المنصة الإعلامية نعم. اللي كانت فيها بصراحة بشكل عدائي على المملكة العربية السعودية واتهامات من دون أي دليل، وهي يعني إنسانة امرأة قانونية أستاذة كبيرة في القانون، فكيف هي بتحاضر علينا في القانون دائما ولا وتحاضر تقدم علينا الدليل. طبعا بالقوانين اللبنانيه المرعيه ويعني ولا تقدم الدليل، فهيدي اشكاليه بصراحه عندها قبل ما يكون عند حدا تاني. أتمنى أن تقدم اعتذارها ولا أن تقدم الدليل. بس سؤالي الأخير أخوي طارق، يعني الفوضى الإعلامية، نحن نؤمن يمكن بالكويت هناك الديمقراطية والحرية والأحزاب والهيئات السياسية تتكلم برؤاها دون الإساءة إلى الآخرين، لكن أصبح بعض الإعلاميين وبعض القنوات الإعلامية منصة للاتهامات لدول الخليج، للمملكة بالذات، المملكة العربية السعودية، ونتساءل لماذا هذا التوجيه الإعلامي والفوضى الإعلامية التي يعيشها لبنان ضد والإعلام موجه ضد المملكة بالذات. نعم، هون يعني بشكرك على هذا السؤال، هون بدي اتوجه لوزير الاعلام الاستاذ مكاري بوضع بصراحه ضوابط كبيره، واحد اثنين ايضا لوزاره الداخليه اللبنانيه لرئيس مجلس الوزراء، يعني حتى لكل المعنيين بالامر ما يحدث يعني في الاعلام اللبناني وانتشار هذه المنصات، بعض المنصات عم تكون بصراحة صحيح. يعني عم تتمارس جرائم في حق اللبنانيين من خلال الإساءة إلى الأخوة العرب. اليوم نحن شفنا نتيجة الإساءة الإعلامية للمملكة العربية السعودية والتحريض على المملكة العربية السعودية والافتراء والكذب على المملكة العربية السعودية، أوصلت العلاقات إلى فتور تام، مع العلم المملكة العربية السعودية مستمرة بدعم لبنان واللبنانيين ومستمرة المشاركة في اللجنة الخماسية لانتخاب رئيس الجمهورية، ومستمرة المملكة العربية السعودية بكل عزمها لمساعدة الشعب اللبناني بانتخاب رئيس، بالنهوض بلبنان، بتقويض الاقتصاد، وأيضا مش بس بلبنان، بكل الأمة العربية والإسلامية، وعم نشوف نحن ما تفعله المملكة العربية السعودية لفلسطين. فبالتالي المملكة العربية السعودية لا تقدم شعارات ولا تقدم أقوال، إنما أفعال إلى كل الدول العربية، لكن للأسف لبنان يبادر كل فترة من بعض التافهين ومن بعض يعني أصحاب الأجندة يعني الحاملين أفكار بصراحة يعني مأجلجي للإساءة للمملكة العربية السعودية، فهذا مرفوض مين ما كان يكون. نعم يعني يلي بده صلت يعمل شهرة يروح يعمل شهرة
بعيد عن المملكة العربية السعودية وقيادتها، لأنه نحن كلبنانيين نريد علاقات متينة، ولن نسيء يوما المملكة العربية السعودية، ولن نرضى بأحد أن يسيء إلى المملكة العربية السعودية، ويجب كل إنسان أن يتحمل مسؤوليته، لأنه اليوم الإعلام صار يعني واسع، فضاء واسع، أي معلومة وأي خبرية عم تنشر بشكل كتير كبير. فاليوم الإساءة مرفوضة لسمو الأمير بندر بن سلطان، وطبعا بنوجه له ألف تحية ومحبة من كل اللبنانيين الشرفاء، ونحن نعرف دوره عندما كان فعليا في الخارجية وكان سفير للمملكة العربية السعودية، ماذا فعل للبنان وماذا قدم للبنان وماذا ساعد لبنان هذا الأمير النبيل الذي نكله كل احترام وتقدير ومحبة. الإعلامي طارق أبو زينب الخطاب، شكرا لك على هذا التوضيح، ونشوفك في حلقات ثانية. شكرا لك أستاذ العزيز. شكرا. أعزائي المشاهدين، وصلنا لنهاية برنامج ديوان الملا، مع السلامة.